ليلة تلاقوا باقي ليلة بعمري أجي كل ليلة. أكيد ما بتحبوني قد ما أنا بحبكم، بس أنا بحبكم كتير، بحبكم. أنا درة، أنا دردر يا مصعب. ولو إنه مفاجآتي مش كتير بتعجبكم الليلة، في يقول أنا ليلة الصدمات، لأنه بدائرة الخطر ثلاث طلاب رح يتفاجئوا الكل، رح يخلوا قلبكم ما يوقف دق كل الأسبوع. تذكروا إنه بالأكاديمية ما في شي مضمون بس الليلة. بالنسبة إلي ليلة الانهيارات، ليلة الانكسارات والبزورات. شو خص البزورات؟ إنه على القافية. بس شو جاب الأكل هلأ؟ والله جوعاني. ركزي يا درة. جون ومحمود، ولو ولو وين بودي وجهي؟ هم بكل العالم العربي عم بيشوفوني. هيدا شغل، هيدا مجهود، هيدا كل شي بتعرفوا تعملوه. ميسا وماريا رجعوكن على الأكاديمية حتى هيك تكون نتيجة عملكن. ايه انا عملت منيح. سكينة ورنا وينن؟ نسيت انهم بإجازة بأبو ظبي، بس ما رح يفلتوا مني. أنا صوتي بيودي لكل القرى الأرضية، وإذا كانوا بدائرة الخطر أكيد هلأ بيكونوا شعروا بهزة أرضية. زينة ليليا، وين رايحة طاقتكن؟ بشو مشغولين؟ أنتوا مش هون لتغنوا تتميزوا، على شو عم تتباروا؟ مصعب اللحظة شو صعبة، صعبة علي أقول لك الحقيقة يا حبيبي، بس مضطرة ومش من قلبي اللي عم قوله. لكن معك حق تشعر بالخوف، الخطر مثل ما أنا بهاللحظة قلبي رح يوقف، والكلام اللي رح قوله منه من قلبي. أول اسم بدائرة الخطر الليلة واحد. من بين جون ونور ومحمود. تاني اسم معنا الليلة واحد من بين ميسا ماريا ورانا. أما تالت اسم معنا الليلة فهو أكيد من الكل. وبلا طول سيري، أول اسم معنا الليلة نور. رح توقف للمرة التانية بدائرة الخطر، وهالمرة ما حدا بيعرف، يمكن يرجعوك أصحابك ويمكن ما يرجعوك، ما حدا بيعرف. أما الشخص التاني اللي بدائرة الخطر صبية وحدة من بين زينب ليليا سكينة. انصدمتوا، قلتلكن هيدي ليلة الصدمة. تاني طالبة بدائرة الخطر ليليا. ليليا نور وليليا رح توقفوا هالمرة بوجه بعض، ما حدا بيعرف مين منكن رح يرجع. أما تالت اسم معنا الليلة أعصابي، أعصابي ما رح تحملني. شو قولكن؟ برجع بكرة بكمل؟
بتتحملوا انه تناموا وكل واحد منكم مفكر انه هو بدائره الخطر؟ لا 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 لا، ما رح خليكم تناموا زعلانين. تالت اسم معنا بدائره الخطر الليله ميسا. يعني الاسماء الثلاثه نور، ليليا، ليليا وميسا. اما البقيه نور ومين؟ فالخطر راح عنكم هالاسبوع، بس اكيد بيرجع بقوه بالاسبوع الجاي اذا ما عرفتوا اشتغلتوا منيح. باي باي يا حلوين. يا ودي كان قولي لكم حاجة. يلا رجعوا زيد، رجعوا الكراسي. اوكي يلا. كنا متوقعين، احنا كنا متوقعين. مالي خايف، انا متوقعاني معك انا ما بقدرش. حبايبي بحبهم، بحب ليليا وبحب ميسا، بس انا بحبهم. مستحيل مستحيل. تركيبة مو طبيعية، تركيبة الثلاثي فظيعة. كمان دخلك. حبيتش نتحط مع ليليا ونور، اقسم بالله. عبد الله زياد شوي. ها اشتموا زياد شوي. ليليا تعرضي ليليا. الله يا بنتي، انا عرفتها من هارت البرايم انا وياك ونور رومينيرا. اهلا اهلا ليليا. مرحبا. كيفك؟ منيحه منيحه. ليليا بدي اعطيك رايي انا بالاول، انا بغض النظر عن الاساتذه وصفوفهم، هن رح يحكوك شو. انا شخصيا بعتبر انه صوتك احلى صوت موجود، عم بحكيك بكل صراحه، وانا بحب شوفك بالنهائيات. هيدا حقنا عليك، انت حاملة هيدا الصوت. ما بعرف اذا انت بتعرفي اهمية صوتك. مفروض ليليا مع هيدا الصوت، انا برأيي، بركي انا غلطانة بس عم قلك رأيي، كل انسان بيغلط يمكن، مفروض كل ما طلعتي على المسرح تدهش العالم اللي عم يسمعوك. هيك الله عطيك صوت، مرة مدري شو بصير، مرة كنت مريضة على راسنا، مريضة. طيب بالإيفال هون ما كنت مريضة، أنت بتعرفي إنك ما غنيت منيح. أنا بعد الإيفال قلت أنا نومينيه. أنت ما غنيت منيح ليليا، نحنا أنا يعني نحنا أكيد ما منظلم، إنسان مريض، إنسان بح صوته، إنسان انجرح صوته، هاي شغلتنا نحنا فنانين مش جلدين، نحنا ناس نتعاطف مع الناس تانين. عملت مجهود، وانا شخصيا انت بتعرفي بكواليس البرايم كيف كنت وراكي لا اعرف صوتك كيف صار، لانه بهمني صوتك، وانت بتعرفي وضميرك بيعرف كان مبحوح، يعني كان في مشكله بالبرايم، كان لازم تدهشينا بالايفال. الفكره ما كانت شارلي شابلن على راسي، شارلي شابلن، بس هو شارلي شابلن بالصوره ما بضحك. شارلي شابلن كان لازم يكون عنده، وصعب فت بشغله صعبه. شو يعني شارلي شابلن صعب؟ كتير طلع حزين لانه صعب. اي حدا منا اليوم تلبتيشر ما بيعرف، لانه يعني هو 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 رب الكوميديا. يعني كان صعب، غنيتي غلط انت بتعرفي، هيدا مش صوت. نحنا أدهشنا أول ما فات على البرنامج. أنا بنظري، أنا بحكيك شخصيا، هيدي النوميناسيون هزة صفعة لليليا، لأنه ممنوع بعد اليوم تطلع وما تدهش العالم بالصوت اللي عندها إياه، بنصايح ماري، بنصايح الأساتذة.
لو منك بحاجة لإلهم ما جيتي لهون، صوت لوحده ما بيعمل شيء، يا ما في حناجر مدفونة بالبيوت وما حدا بيعرف فيها، يا أما ما إجيها فرصة، يا أما ما بعرف شو، يا أما ما قدرت عملت كارير. أنت عندك صوت ليليا، أنا عم قلك رأيي خاص كتير كتير مهم، عرفي قيمته واحترميه، احترميه مزبوط، اشتغليه مزبوط من اليوم وبالرايح. كل ما بدك تطلع تغني هون هونيك انت وعم تجلي، كل ما غنيتي لازم تدهشينا. بعدك بتغني غلط بتنجزي، انا زعلت كتير بس شفتك عم تسكري دينيكي مقهورة ما بدك تسمعي حالك وقتها كنت قاعدة مع هذه شرارة. لازم تكوني فخورة وراسك فوق، عندك هيك حنجرة يا ليليا، اشتغلي اكتر ليليا، كتير لازم تبقي لان صوتك حلو، عم بحكيكي الصراحة. شكرا. اوكي ليليا، طبعا مع احترامي الكامل لرأيك كلوديا، وبالنهاية لو ما كان الصوت أو الأصوات هي عبارة عن أذواق ما كان بيكون في عنا هالتنوع بالفن وهالتنوع بالأصوات. أنا رح أحكي من منطلق اختصاصي ومش منطلق إعجابي أو عدم إعجابي بصوتك، ولكن من منطلق كتير بروفيسيونال أنت بعيدة كل البعد عن أنك تكوني من أفضل الأصوات بالأكاديمية، كل البعد. ومع أسف الشديد أنه بالنسبة إلي أنا ولا مرة بقشع قدامي ليليا التونسية أو المغربية أو اللبنانية أو السعودية أو مين ما كنت تكوني، أنا بشوف قدامي طالبة وبس، طالبة ونقطع السطر. أنا ما عم بتوجه لليليا التونسية أو أصلاً بعد لهلأ ما بعرف أنت من وين صراحة، يعني لأنه ولا مرة بقرأ فيكم جنسية، أنا بشوف فيكم طلاب وبس. أنا شايف أنه اللي عم تعمليه هو أنك مركبة أريار وماشي. برايم وان كانت ليليا 17/20، اليوم برايم 5 ليليا هي عبارة عن 10/20. شو الريزن وراها؟ شو الفوضى اللي عايشتيها؟ شو يلي عم بفوت عم بيعكر لك مزاجك؟ يلي عم بيخلي صوتك يلي هو بالنسبة إلي منه بعيد عن إنه يكون أفضل صوت، ولكن صوت كتير مهم واضح. بس وقت أشوف أنا يلي كان 10/20 وقت فات واليوم هو 17/20، كتير بلومك، كتير بلومك، لأنه مش مسموح إنه نكون حاطين ثقتنا بهذا الصوت اللي هو 17/20 ونوصل من بعد كل هالصفوف ومن بعد كل هالتمارين لقيك عم تتراجعي. والأحسن من هيك إنك تكوني مستغرب النومينسيون تبعك. صراحة الإيفال تبعك امبارح كانت حالة فوضى. جربت إني وأنا بتصور وهيدي حال كل الأساتذة، جربت شوف ضحكة ما قدرت، لأنه ما بدي احكي عن الصوت، لأنه انتبه الصوت امبارح كان انت عارفه، يعني مش بحاجة انه انا اقول لك انه كان الصوت بالمرة امبارح، عارف صح. سو انا بتمنى عليك انه هيدي النومينسيون تكون دافع مش لحتى تكتئبي او لحتى تحسي انه في ناس هاجمين عليك، لا نحن كلنا بنحبك وكلنا بدنا مصلحتك، لأنه بالنهاية أنتوا عم تمثلوا هذا البرنامج صح؟ سو ما حدا قاله مصلحة بأنه ولا يضرك ولا يحطك نوميني، بالعكس عنا مشرحة أنه نتفشكم لقدام. سو إذا بتريدي إذا بقيتي معنا بتحطي عقلك براسك وما بقى بدي شوفك دايما ليليا المعترضة، بدي شوفك ليليا اللي فاتي بالجروب واللي عم تعطي أحسن ما عندها، لأنه بالنسبة لي بعد لحد هلأ بعدك أنت ب5% من شو فيك تعطي. ليليا اليوم بالصف حسيتي لما قلت لك انت بخطر فهمتيني؟ انا كنت متوقعه لانه نوميني. طيب ليكي بنتي في شغله كتير مهمه، صوت مميز ما بدنا نعيد لانه بيدخل على القلب كتير حلو، في كم نوطه بتلمع لمع والباقي كله مخنوق لجوا خاصه بالقرار.
مشان هيك بدي تحطي عقلك براسك، ما بقى تفكري شو في بالأكاديمية، كيف عم يتصرفوا بالأكاديمية. ما أنا بشوفكم بشوفكم، كبري عقلك وقولي أنا جفوس ماشي لقدام، شو بدي بهاي وبهديك وبهديك. فكري إنه هو في كومبيتيسيون، نسي المضيع الصحبة والما بعرف شو والحركات كله هول نسينيه، لأنه حرام صوت من هالشكل يتراجع. عايزينك، نحنا عايزينك، إن شاء الله تضلي معنا. شكرا. نظبتي حبيبتي، أنا ما رح أحكي على البرام ولا رح أحكي على الصوف، أنا بدي بالصفوف تشتري تلميح. المعيار تبعي حسب التلميذ، أوقات بيكون بالإيفالياسيون أو شغل بالدرس، بعتقد بالبرام يعني أساتذة الصوت أجدر إنه هم يتحكموا بالإيفالياسيون إذا أنا شفت هيدا برهان. إذا بتحبي تشوفي أنا بحط كيف بالمدرسة، excellent très bien bien assez bien mauvais nul. Et non, il y a des clés qui m'ont dit de la haine qui m'ont fait n'est assez bien ou un mauvais. أنا شخصياً لما بحط نوميناسيون رح كون صريحة معك، يا باخد شغل بالصف يا ما باخد الإيفال يا ما جمع الاثنين. ما يعني بالبرايم ما إلي حق إجي أقول نشست أو ما غنيت منيح، لأنه أساتذة الصوت أجدر أنه يعطوا هالملاحظة. أنت بالصف تشتغلي معي وتي كوبراتيف، يعني بتحضري وبتفهمي ما رح انكر، بس عندي البرهان. يعني لما تفكري انه يحو وانت بتعرفي انه انا لما بيجي على الصف وبس ما رح يكون عندي هالفرصه هالاسبوع، بيجي بصلح لكم، مش بقول لك انه ما عملت منيح، بقول لك ليش ما عملت منيح. وكيف بالمدرسه بحط اكسلنت بيان اسي بيان تري بيان، يعني النوميني عندي يلي كانوا هالاسبوع كانوا اثنين اسي بيان واحد موفي. مش انت اللي كنت الموفي، لا انت كنت الاسي بيان. وكل شيء ريلاتيف بالحياه، يعني الاسي بيان لك منه منيح، بينما البيان لشخص ما كان منيح وعطاني 10% البيان جيد يعني تطور. هلا ليش بصراحه تقلك ليش الإيفال تبعيتك؟ ليش الإيفال؟ لتفهمي ليش الإيفال تبعيتك ما كانت منيحة، لأنه أنت اخترت تشارلي شابلن يلي هو أن جنرال بالإجمال هو شخصية حزينة، سيت ان بيرسوناج تريست. هلا لما بيضحكنا سيت ان كوميك دو سيتواسيون، يعني الظرف بعيش ظرف هالقد مأساوي هو ما قادر يعمل شيء، نضحك يعني السيتواسيون يلي ممكن تضحكني لانه انا بشفق على هالزلمه يلي ما بيعرف يتصرف باشياء بتوقع على راسه او بتصير غصب عنه اتسترا. دونك ديجا اخذت سوجي خطر، يعني اذا انا ما بمتلكه ما بقدر خاطر فيه، بس حطيتيني بسيتواسيون ابدا منا مضحكه انه حدا يقعد يشد اكبر وراء. يعني ما فهمت ليش في هلا هالظلم على هالشخصيه، بينما لازم يكون في سيتواسيون مضحكه، يعني اذا بدك تحطيها باطار مضحك لهالشخصيه هيدي اللي اشفق عليها انا ضحكني. ما كان في علاقه بين الشخصيه اللي مثلتيها ويلي انت جسدتيها منيح. انتبهي، ما عم بقول انه ما في افار مكياج ولبس وهيك، بس ما كان في علاقه بين الشخصيه اللي جسدتيها والشيء اللي عم بيعملوه لك اياه، يعني الظرف يلي انت نقيتيه والغنيه يلي اخترتيها. فهمت شو قصدي؟ دونك تو تي ريلاتيف، يعني لما التلميذ شاطر عندك يمكن بتلوميه اكثر، بتصيري بتلوميه، يمكن انت بدك تقولي هلا تظهري تقولي يا ريتني نقيت شيء اسهل، يمكن ما كنت نومينه، بس لا
بالعكس يعني كل ما بتعلي البار، كل ما بتعلي انت مستواك، كل ما رح تنتقدي بالحياة. والنوميناسيون هون شغلة كتير منيحة، انتبهي، لانه عليتي انت البار، انت عليتي، يعني انت اليوم ما الحق علي انا لما بتجي باول برايم بتغني يا طيور، ما الحق علي انت من اول برايم عطيتيني حدا مش لازم ينزل عن ال 17 او 18 20. يعني انا ما رح كون اندولجنت اذا اللي فوق الثغره الصغيره بتبين عندك اكثر من غير طلاب. انتبهي، النوميناسيون مش لانه ما بنحبك ابدا، النوميناسيون هي لتجبرك، انا اجبرك تفكري مرت الجايه بالايفال اكثر بس. وبون شانس. انا ما راح اطول عليك ابدا، بس حلك شغله ميليا. انا لما احس، لما يكون حدا عم بغني انه في شيء لاقط بمادتي، يعني معناتها في شيء غلط. لما يكون في حدا قدامي عم بغني وانا مرتاح 100%، يعني هيدا الشخص مطمني باللاوعي انه هو شو ما قال رح يغني صح. لما ليليا بتفوت لعندي على الايفال وما رح احكي ابدا عن دراما، رح قلك انه قدمتي اجمل مشهد درامي بكل بالكون، رح شيل على جنب قصة الدراما. وتجي لعندي ليليا بالصوت هي عم بتغني من اول الغنية لاخرها، مش قادر القط خط فعل متصل من اولها لاخرها، مش قادر ارسي على مقام، مش قادر، يعني كان المغنى كارثي. فكيف معقولة انا الشخص اللي عندي ايمان بهالصوت بمحل بيعطيني اعتبره 9/10 وبمحل عم يعطيني 2/10؟ يعني صار في خلل، والخلل رح شيله من الحنجرة، لأنه الحنجرة مبدئيا شغالة، ما رح قلك شغالة فول باور بس شغالة، لكن صار في خلل بالدماغ هون، يا قلة تركيز يا قست الشيء ما بعرف وين حتى بأي خانة. بس أنا بدي أنصحك شغلة، بقلب الأكاديمي وما ضروري أوضح، بتمنى عليك هالإنرجي اللي عم بتكبيها أتورق أترافير تعملي لها تشانلينج، حفري هيك قناة صغيرة وصبيها بس بمصلحة فنك، لأنه ما بقى في كتير وقت، يعني هني 4 أشهر بحياتنا نحنا، بحياة البشرية وبحياة الإنسان، هي تكة، هاي التكة عم تقرب تخلص. يعني بدك تشوفي شو البريوريتي تبعك. You have to set your priorities. شكرا. Bon chance. Merci. فضل. أهلا ميسا. ميسا، حتى ما نطول حكي، أنا بس رحت لعندكم الجمعة، إذا بتتذكري أنت وفالي على الباب قلتي لي بدي أحكي أهلي، أنا مضايقة نفسيا، قلت لك أوكي، قلت لك جملة حأرجع لك إياها، قلت لك إذا أعطيتيني شي حلو أنا رح أعمل مستحيل لحتى اللي صار بالبرايم ما يأثر عليك، ما هيك؟ صح، لأنه اللي صار بالبرايم كان مش حلو أبداً، وأنت بتعرفي، ما بدنا نكرر، يعني في أشياء أوقات بتبقى بدها تحليل للناس، إنه ناس شاز ما ناس شاز، بس في أشياء نسيان وكذا واضح، ما بدها اثنين يحكوا فيها، ومرتين، كنت مضايقة، كنت في أسباب، ما بعرف. طيب جينا على الإيفال، شو الغنية اللي غنيتيها بالإيفال؟ هل بتليق بإنسان بده يمحي من راسنا أخطاء البرايم؟ لا، بس أنا ما كنتش في بالي إنه الغنية الأساس، يعني اخترت غنية تمشي مع الإيفال. وليش أنت برأيك إنه الإكزرسيس اللي عملتيه
اللي كنت لابسة فيه كلون. أنا شفت أنت ومصعب يمكن تلاقيته برا على الباب، يعني مش ممرنين عليا ثانية أنا أكيدة، وهو وتفقيع بولين صار معنا انهيار. يعني نحن على أساس عم بتغنوا للمريض مرضنا. هو إحنا مش أنتوا اللي فقعتوا بولين؟ بلا تفقيع بولين. إيه ولا لا؟ طيب عم يوقع عم بتقومي ميسا. أنا عم قلك النوميناسيون هي بهالحال اللي أنت فيها وبكل الحالات لما يكون الموهبة أهم مما الإنسان عم يعطينا، مش النوميناسيون للي بلا موهبة. اللي بلا موهبة ما فات على الأكاديمية من الأساس، من الأساس إجوا هالستعش من بين مدري قديه هالناس المتخصصة شافت إنه هول عندهم شيء، وانت من اكثر الناس اللي شفنا انه عندك شيء. كل يوم بنقول لك ميسا، كل يوم بنقول لك، مش كل برايم وكل مره، كل يوم انت اهم ما عم تشتغلي، انت اهم اللي عندك اهم من اللي عم تعطينا اياه بكثير. قال لك هديك المره هشام انت من اجمل الاصوات اللي انا سمعهم. طب شو بده واحد اكثر من هيك لحتى يحس انه لازم يعمل شيء؟ عم بتغني لنا غنيه بالايفال مش مركزه، ما بعرف شو الغنية، طبعا ما غنيت منيح، انت بتعرفي مش التركيز على الغنانة، بس انا اكيد يعني انه اذا انسان صوته حلو مش رح يبشع صوته لانه التركيز مش على الغنانة. يعني لازم كيف ما غنيتي لنا يطلع حلو، لازم تغردي بشو ما قلتي. لو ما انك واقفة وعاملة تركيز واربع ساعات ومدري شو وما بعرف، مش ضروري، بس انه لازم على القليل يكون الغنى واضح انه انسان عنده صوت هالقد حلو. يعني انا كنت مستعده انسى البرايم، بس صدقيني بعدك مش عم تشتغلي، وانت بتعرفي حالك. اذا ما بتعرفي حالك قولي لنا، اذا انت مفكره العكس قولي لنا لحتى نتفق نوصل نحن وياك لمطرح. اذا عارفه حالك احسن لنا لانه على القليل بتحسني. إذا مش عارفة حالك مصيب. لا عارفة حالي، أنا شخصيا حكيت على روحي. شو رأيك؟ يعني عم نظلمك ولا أنت عارفة إنه؟ لا عندك الحق. بس برجع بذكرك النوميناسيون هاي للناس الموهوبة واللي مش عم تشتغل، مش للناس مش ما عنا نحن ناس بقى مش موهوبين بيناتكم، أصلا ما كان عنا. أوكي؟ مون شانس. ميسا بتعرفي كيف بختصر هالخمس أسابيع ست أسابيع اللي إلك عايشتيهم بالأكاديمية؟ بتعرفي كيف؟ بالوقت اللي وقفتيها هلأ. شايفك حالك كيف وقفة هلأ؟ استخلصي وفي نفس الوقت بتبيع مش فرحانة خطر الأمنية ويديكي بجيبك كأن شيئا لم يكن. الظهر حتى لو خبيتني. طيب رح أعطيكي رأيين، رأي شخصي بصفة الشخصية كمستمع ورأي أكاديمي. رأي الشخصي بيقول مثل ما قلت لك مرة الماضية إنه صوت أنا بحب أسمعه، بقدر أسمعه 24 ساعة وما مل منه. الرأي الأكاديمي بيقول إنه صوت ضعيف ما عم بيتطور، عم بيرجع لورا، والسبب فيه منه الصوت لأنه الصوت جاهز. طب بتعرفي رأيي بصوتك وما في داعي أعيد. أما كيف عم تتعاملي مع صوتك إن كان بصفوف إن كان ببرايمات إن كان بإيفالات، عم تتعاملي بطريقة فيها من اللامبالاة ما يدهش. يعني عندك حالة استهتار، والأبشع من هيك إنه الرياكشن تبعك، يعني بتقولي لي مثلاً استرسي، الرياكشن تبعك ما عم بتكون كأنك استرسي، يعني بتدهشيني إنه واحد بيبخرك هيك، واحد بيقسى عليك هيك، دايماً زيت الشخصية. مش معقول ما في رياكشن، الدنيا عم تشتت.
بتعصبيني بتعرفي ليه؟ لأنه منتي من الأصوات والأشخاص يلي أنا كنت مستعد إنه مثلاً حارب كرمالهم. ما بلاقي منك إلا كل مرة بترجعي بتفوتيني بحالة إنه لا ما بتستاهل. هذا اللي عم بيزعجني أكتر ما إني مزعوج منك أنت. بشوفك هيك مستهترة مستهترة وما عم شوف إفور. لو شي مرة بس بتفرجينا إنه أنت لا عن جد ناوية إنك تغيري. ناوية إنك تطلعي وبتصير تلاقي لحالك أعذار. وعذر أقبح من ذنب. بتطلعي مرتين ببرايم. أعطينك فيروز. تطلعي تغلطي بأول غنية وتغلطي بتاني غنية وكأن شيئا لم يكن. هذا مش مقبول. مفروض أنت من لحظة اللي غلطتي أول مرة وطلعتي غلطتي تاني مرة عرفتي حالك نوميني. انتهى الموضوع. عارفة. أنا بتمنى عليك لأنه بتعرفي أنه منحبك. عارفة. بتمنى أنه تخففي حكي وتكتري غنى. أوكي. ميسا المشكلة عندك بس في مشكلة واحدة. لأنه أنا عايشة معكم بالصف عم بلاحظ كل واحد شو بيفكر وكيف تصرفاته. مطمني بالك انك انت بتغني كتير حلو وبس هاي مشكلتك. وين في اغلاط وين في نشاز وين في هيك كله هيدا حطتيه اون سيكون بلان سي غراف. سا كله بده تصليح. نحن بعمرنا قد ايه تعلمنا وكل شيء وكل يوم عم نتعلم. يا با دي جون بارفي بدك تحطيها براسك. لو جور و تي كومبراندرا انه يا با دي جون بارفي كل يوم بتصير تشتغلي احسن. بليز ميسا انا رح يعني رح كرر يلي قلته شويه لليليا قبل. انا ما بحط النوميناسيون على البرايم اذا غلطتي او ما غلطتي. بفتكر الأساتذة بيعرفوا بالنسبة للصوت أكتر مني. أكيد الغلط مش مسموح. أنا انتبهت إنك غلطتي وما رح أجي أقول إنه أنت بالصف ما عم تشتغلي. لا بالعكس هذا الأسبوع كنت عم تشتغلي بالصف. يعني كنت كوبراتيف كتير بالصف. بس يلي رح قلك إياه هو إنه كانت الإيفال تبعيتك مش منيحة. وأنت بتعرف إنه أنا بس أجي على الصف بصلح لكم الإيفال وبقلك ليه ما كانت منيحة. رح أعمل هيدا الشيء على السريع هلأ لتفهمي النوميناسيون تبعيتك ليه. ويحو برجع مثل ما قلت لليليا أنا بحط تريبيان أو أسيبيان أو إكسيلان. أو أنت كنت موفي يعني كنت ما كنت منيحة أبدا. ليش؟ لأنه عملتي مثل الممثلة الفاشلة صاحبتنا اللي بنحكي عنها بالصف. يعني شو لازم يضحك؟ كليشي كلون. إنه أنا إذا بعمل كلون بضحك. طب عظيم. وقت اللي بتاخذي الكليشي يعني وقت تاخذي الكلون يلي يعني هو السوليسيون دو فاسيليتي نيميرو 1 لازم تكوني جدا 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 خلاقة بالنسبة للأفكار تهالكلون يضحكني. لأنه الكلون هيك أنا إذا بشوف كلون ما حأضحك لأنه معتمد الكلون مثل كأنه لازم أضحك واجب. لا أنا ما أنه واجب عندي إذا شفته أضحك. كليشي موفيز يوتيليزاسيون دو بيرسوناج يعني ما عرفتي استخدمتي لا في فكرة معجق مكركب ما نكون منظمين ما في ريبيتيسيون يلي أنا كنت عم بشتغلكم إياه بالصف هذيك المرة وقلكم بليز شوفوا الريبيتيسيون كيف بتودينا لا ريزولتا. عم بتودينا التمرين بيودينا لانه نوصل لشيء نظيف. ما كان في ريبيتيسيون كفايه. منو مصعب؟ ليش هالاوفر اكتنج؟ ليش هالبولين عم تفقع؟ ليش عم بيوقعوا ويطلعوا؟ انت ما كنت منيح ومصعب ما كان منيح يعني وكلام يوصل ما فرقانه معي لانه انا ما رح يكون عندي ال 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 اذا بدك الشانس انه فوت عندكم هالاسبوع على الصف. وليه انا مصعب انه ما كان منيح. شو هذا الهم المهرجان الهمروج اللي عملتوا لي اياه؟ بصراحه اللي تمرن عليه غير اللي عملناه في الايفال. ها شفتي كيف بعرف يا قلبي؟ شفتي كيف عم بتقولي لي اللي تمرنا عليه غير اللي عملناه بالايفال. شو بيصير عند التلميذ ساعتها؟ ساعتها بفوت على الايفال ولانه ما انه عارف شو بده يعمل بصير يعمل 100 شغله انه بركي بتزبط معه شغله. وهال 100 شغله اللي بيعملون بيتكركب فيهم وبيعجق فيهم وبيخفق فيهم وبصير عندنا يلي انا برجع بكرره نفور. خلص انا كسبكتاتريس نفرت من المشهد. بروف موفي ميسا موفي. Tu vois. Donc, please,
سي اون بران دي كور دو تياتر، اذا عم تاخذوا كرمال عن جد تحضروا حالكم للايفالواسيونات، خاصه وقت في مشهد او عم ينطلب منكم شيء له علاقه بالمسرح. اوكي ان شاء الله تضلي معنا لا تتحسن ان شاء الله. اوكي يا بنتي بعمل لك وصل فيها انه صوتك حلو، طلع لك ناصب تذكاري يعني بعمل لك تمثال بحط لك بالاكاديميه لقلك انه صوتك حلو، بس لقلك شغله انا منك محقون لتفهم شو العباره فرستري. الوحيده اللي بتطلع لي صوتي بالاكاديميه هي انت، يعني قد ما بحاول دفش فيك لصوتك يطلع بتطلعي لي صوتي، انه صار مثل هذا النادي الضيعه بيعد من قاطع لقاطع ما بالصف عشان يطلع صوتها بضطر عيط. هيدي اثنين، مش مسموح بقى هالقد استلشاق وهالقد مبرده. بفهم كتير واحد طبعه يكون رايق وهيدي وهيك في سيرينيتي كتير فظيع رائع، ولكن بالفن ما فيك كل الوقت تكوني هيك. اذا ما تفجرتي بالفن وحسيت انا انه هالصوت اللي فات اللي بيغني روعه اللي بيغني روعه بس الفوليوم تبعه 2/10 بعد 5 برايم يصير مينيموم 5، ما عم اقول لك نط على 8، يصير مينيموم 5، يصير انا عم بسمعه هيك مريحني في مشكله. ومشكله برجع بقول لك مش بمغنيك، المشكله فيك انه انت كثير مبرده. طيب اي متى هالصحوه بدها تصير؟ هالصحوه هيدي حس انه صراحة شفتك صاحية مرة واحدة لما كنا عم نتدرب بأول برايم على غنية، شفتك صاحية وعم ترقصي وعم تتحركي وكذا، قلت أنا واو ممتاز ممتاز هالبنت قلعت. وقاز رجعت طفيت السيارة، ما بقى في وقت، ما بقى في وقت. يعني أنت مفروض هلأ أنت وفين اللي تكوني قلعتي، يعني هون بتدوري هلأ وبتقلع من هون شو؟ اوكي قلع لشوف قلع نفسي قلع ها تفضل. تفضل يا اهلا يا اهلا لانه بنحبك رجعنا بعثنا وراك بحبكم والله بحبكم قلت اشوفك قررت ادخل بابتسامه لعندكم نور يا نور انت بتعرف انه انا بحبك انا بحبكم كلياتكم انت بتعرفي انه كمان هاي ضحكه بيع كلياتكم وعم بحكيك شخصيا انا بحبك كثير انت بتعرفي بس منيح طيب. شكرا بدي اعطيك مثل لتفهم شو المشكله بنظري انا مش بنظرتك. انا امبارح قعدت عم بحضركم وكان عنا ضيوف من السفاره الهنديه الله يوجه لهم الخير وميرسي لانه على اهتمامهم وعلى حبهم. طيب هالجماعه فيلو شي 10 كان ما حدا بيعرف يحكي العربي ولا شيء وكذا وجايين مبسوطين فيكم وعم بيطلعوا فيكم وهيك وصار يقولوا لكم كل واحد غني لنا فروم ايجيبت غني لنا لبنان مارش انت يمكن اخر واحد غنيت او قبل اخر واحد ما صار لك وقت تحضر حالك يعني لو واحد ركب على البسكليت واجا واحد لقطه قال له غني لي وفشلك هيك ما كنت صار هيك لا الغنيه حفظها اللي لقيتها ما بعرف شو هي الغنية مع احترامي لها شوي بنص الغنية صرت تقله للزلم الهندي عالية على صوته هو في انجليزي ما بيفهم لك يا خيي لك يا حبيبي يا نور يا حبيبي عم بعطيك هالمثل لقلك انه ما عم بتكون جاهز هي انا لقلي نور مليون شي حلو فيه عنده مشكلة منه جاهز بضل عم يفكر بغير شيء بيكون في شيء لازم يعمله هو عم يفكر بغير شيء عم يعمل غير شيء بدي اقول لك شغله حلو كتير كاركتر حلو اللي انت فيه حلو كتير الانسان اللي وجهه طيب اللي الناس بتحبه يلي 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 الناس لما بتحب ضحكه بتنسيها بسرعه بس اللي بتحب فنان ما بتنسيه بسرعه بكرة إذا فليت أنت وتارك وراك هضمنة وضحك وكذا ومع فلان ومع فليتاني وبحكي هون وبعمل هون وبدأك وبعمل جو هاو الجو هيدي تمضية وقت
بس يفل الجو انتهى نسينا مين نور. بس الفنان يلي بيترك بصمته، مشان هيك عطيتك مثل الهنود الجماعة الهنديين اللي كانوا قاعدين، ما قدرت اثرت فيه، قلت ليه يا نور العشرة مرقوا قبلك، عود فكر شو عم تفكر كنت، حضر حالك بأحلى شيء بدي هاو ما بيفهموا عرب الجماعة، بدي أثر فيهم، شو أحلى شيء بعرفه، شو أكتر إحساس عندي، شو أحلى شيء صوتي بيطلع فيه، عدت تغني الغنية أنت مش حافظها وعالية على صوتك هيك، كيف عملت مبارح؟ هيك عم بتكون نور، عندك كتير إمكانيات، حاجة تضيع بأشياء تافهة كل النهار وكل الليل. انت منك هون لتكون منيح معنا، انت هون لتكون منيح مع حالك. بالاول جيت كنت تقلنا بدي برهن لبيي انه انا ناجح، ونحن نخانقك انك برهن لحالك، لا بقى عم تبرهن لحالك، لا بقى عم تبرهن لبيك، ما بعرف شو لمين عم تبرهن. بحكي وبقعد وكعم بعمل عراسي مهضوم، انت زلمه لذيذ، بس انا ما بدي اياك بس ممثل وموهبه تمثيليه لا، انت جاي تغني ما بدنا ننسى. صح اكيد، ما بدنا نخسرك يا حبيبي، عم اقول لك وليك قديش اني محمسه، قد ما بحبك ما بدي اخسرك. فكر بس تفل هلا بدك تنام، فكر بالمثل الناس الهنديين اللي عم اقول لك اياه، بتلاقي حالك شو قصدي انا، على طول هيك بتطلع على البرايم بحسك مش جاهز، مش كلك هون، عرفت شو قصدي؟ توعدني انه تكون اكثر ثابت ان شاء الله يا رب. قد ما عندك يا خي اعطينا كل شيء عندك، اذا لقيناك في اهم منك رح تفل، بس اعطينا هن. اوكي نور، انا رح اقول لك كلمه كثير صغيره، انت حدا مهذب موهوب وحضورك حلو، كل شيء عندك انا بلاقيه بوزيتيف، بس عندي مشكلة وحيدة معك سببت انك تكون نومينيه هلا، انك عم تشتغل على كتير اشياء واقل شيء عم تشتغل عليه هو صوتك. يعني عم بحسك عم تتطور، ما فيني انكر انك عم تتطور بكتير قصص، بس الصوت بعده ليميتي شوي. متمنى عليك اذا بقيت معنا بالاكاديمية انك انت تطلب اكتر انك تشتغل على صوتك، وبالغنية ما بنتمرن عليها مرة ومرتين بالجمعة، الغنية ما نتمرن 100 مرة عليها بالجمعة. اوكي ثانك يو. أنا زعلانة كتير. ليه؟ لأنه أنا متأملة بدي نور إنه ينور. إيه، وأنت عنصر طيب كتير، بدك تشد حالك، ما في بدك تشتغل على حالك، لأنه بالصف عم تشتغل منيح، عم بتكل عليك مع الشباب لما تكونوا عم تعملوا أنصابل، أنت اللي عم توقف ماسك الأنصابل كله. ليش ما تعمل بحالك هيك؟ اطلع من حالك خلص، وصوتك كبران بس بعد منه ثابت، بعد منه جاي. صح مزبوط، خلص ما رح لك أكتر من هيك، والله يوفقك إن شاء الله. يا نور، أنا رح كون كتير صريحة معك، أنت شخص بالصف عندي من أفضل التلاميذ، وما إلي حق أحكي على البرايم، يعني أساتذة الصوت بيحكموا أكتر على صوتك، وأنا بالنسبة لإلي بالإيفال كنت من أفضل الإيفال، عم بحكيك بكل وضوح بكل صراحة، فكرتك جيدة والجهد اللي عملته كتير حلو، وعندك حضور ممثل، أنا لإلي إذا بترجع لإلي مبسوطة من نور. بس كمان زعلانة من شغلة واحدة، لازم تعرف إنه كل ما طالت فترة وجودك بالأكاديمية كل ما كبرت حظوظك تكمل بعدين. يعني يلي بيشوفك 5 برايمات مش مثل يلي بيشوفك 8 أو 9 أو 10. بالنهاية كلكم رح تفلوا إن شاء الله توصل للنهاية يعني، بس إنه بالنهاية شو هي اللعبة؟ اللعبة إنه بفترة أنت موجود بالأكاديمي تفرجي ماكسيموم اللي عندك من صوت، من تمثيل، من أداء، من حضور. أنا بقول لك تمثيلياً عم تتطور كتير، حضورك قلت لك عندك كاريزما، هيدي نعمة من ربنا. أنا يلي ما إلي علاقة بالصوت، أنا بدي أطلب منك إنه تشتغل أكتر على صوتك، لأنه عم بحس حالي أنا تجاه الأساتذة إنه عم باخد كل شيء منك،
وهنن بحاجة يمكن إنه تتطور، لأنه حرام أنت تحصر حالك بأنواع معينة. يعني فعلاً أنا ما بفهم بالموسيقى، بس بحس إنه نور هالقد بيقدر يعطي بهيدا النوع من الأغاني. فهمت شو قصدي؟ أنا يلي إلي علاقة بالمسرح بدي أوصل وكون عندي الجرأة أقول إنه خي نور سمعته اليوم بشي جديد، يعني بشي قدر يوصل له. يعني الطبقة اللي بتغني فيها، الأغاني اللي عم بتنقيها، هل قد حجمك؟ هل قد حجمك بالغنى؟ هيك بحس. ما بعرف أسدي صوت، بعتذر إنه عم لا، بس إنه هيدا إحساسي. بس بالمسرح لا، عم تعطيني أكتر. هلا كرمال أنا أربحك بالأكاديمية أكتر يعني، وكرمال العالم تشوفك تكبر حظوظك بعدين تقدر تكمل. فعلاً لازم تشتغل على أنواع أغاني مختلفة، يعني تقدر تأدي كذا أغنية ونوصل للقمة للذروة، إنه أن تقدر تعمل استعراض مع غنى. يعني في من برايمين أشطت بالغنى، كان الإحساس كتير حلو لما كنت عم تغني مع رنا مثلاً، إنه استعراضياً حضورك بيناتكم كان كتير حلو، بس بزعل. فهمت شو قصدي؟ فهمت. هل هيدا البرايم غنيت كتير، يعني غنيت اوكي، بس حسيت انه هيدا حجمه. امبارح بالايفال ها انه بلش، بس بعده هيدا حجم الصوت، بس حجم التمثيل كبر. فهمت شو قصدي بالتفاصيل اللي عم فوت فيها؟ لازم شيء يكمل شيء، بس وان شاء الله تضل معنا. اتمنى يا اوكي. ثانك يو أستاذ أرنوب، كيفك؟ اشتاق لك معلوم مليار بالمية. أنا صراحة امبارح موتني ضحك. والكاركتير اللي لقطه وطريقة كيف تنفس الأرنوب وبروح وخبار بزقت عليه وخبار موتني. بالتمثيل والإفور اللي حطيته بالآخر لو رحت جبت الكروتي والخبار وهيك ماشي جلد نفس، هيدا كان فظيع. بس مثل ما متت من الضحك بمشهدك الدراما درامي، مثل ما أعجبت لأول مرة فيك أنت عم تغني هيك ومرتاح وبحركات إيديك كبار وكذا، ناطر قلك هيك شي مرة من كل قلب هيك موت من الآه أنت عم بتغني. وهي بعد الحديث هلأ ما صارت. رح قلك جملة بتفهم أنت مغزيها بعدين. بكل الحياة مش بس بالأكاديمية، وبكل الحياة البقاء للأقوى طبعا. هلأ بالتمثيل على راسي، ولكن القفلة انت جاي كرمال الغناء اكيد. بدي منك تكون انت الاقوى. In order to survive يجب ان تكون انت الاقوى، لانه اذا بالتمثيل رح تكون الاقوى وبالمغنى اضعف حظوظك معنا قليلة. صح. فبالشغلة اللي هي اكتر شيء معقول توديك لبعيد هي الغناء، وهي اللي بدك ترك عليها اكتر من غيرها بكتير. لازم نكمل هذا الشيء. التمثيل لازم يغزل هنا، عرفت شو؟ بس انا مبسوطه يعني، انا مني ولا هي جايني موفق. شكرا كلكم.